سيكال هذا سبيسيال تسمى حمون سبيسيال تاع بيكاسو لاكاي هذا من بين الانواع كلاب الصيد يقول له ستار انجليزي هذا مختص لاكاي والبيكاس وحنا اللي هنا في الجزائر نصيدوا به كلش يعني تطور قدرة تاعه وتصيد به الحجل الارنب لاكاي البيكاس يعني كاين انواع الطرايد ما عندناش حنا في الجزائر عندنا انواع بزاف عندنا البراكالمو عندنا البوينتر عندنا لي بانيول بروتون عندنا براك فرونسي بيريني هذه انتاج محلي تاع لي الباش تاعنا براكالمو نوع من انواع كلاب الصيد هذا فيه عده انواع في البراكالمو هو الاصلي تاع انتاج المانيا تلقى الكلب هذا عنده قوة الشم ها يبداو يشموا في الماكلة ها بلا ما نوضهم يشموا في الماكلة هنا تعرف باللي الكلاب اللي عندك تسمى قوة الشم قوية يعني راهم ملاح الثمن تاع كلاب الصيد يختلف حسب النوع ويختلف حسب الطلب كي يكثر الطلب باينة باللي السلعة راح تزيد السوق يلقى النوع اللي يحتاجه سيكار ما بين 4 ملايين حتى 6 ملايين حسب العمر وكان البوينتر بين 4 ملايين و 6 ملايين البراكالمو بين 8 ملايين وحتى 15 مليون على حسب العمر وعلى حسب الوثائق كاين مثلا يقول كعطيني جرو بشهادة الأصول